دول نيلي وشريهان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو اللي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاثنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاثنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما أولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي، هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعى تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية، مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30. يا لهوي، انا لازم امشي. بقولك ايه، لو تستمتعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قوليها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس، مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. هو ليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا، ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده. ايه خش، ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشارتيز اللي هي بتعملها؟ دي هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هاني تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ عامله ايه؟ بصي شكلها عامل ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انت متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي.
جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه تخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. You are so jealous. It fits me like gloves. يلا يا سو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه، يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه، يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن اعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد يعني. نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحتي يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري، هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه. طب معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحبي تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله حابه اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير. يعني دي حاجه ضروريه. مش منسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اومس دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم لما كنت داخلة علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ كاتعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخس عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعت سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقعه
بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم، طالع نازل داخل خارج واكل شارب، وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينت البنات، يا سبوحه يا شحروره انتي، يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو حبيبة خالته. يا ناس كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشك في كلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شوية دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضه بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله، اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على مغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرعنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداويه الجراح السنيوره صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياه من ساعه ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخان عشان هفتني. طبخه سم هاري تدفع؟ وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرى يا خالتي؟ انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليك والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تسلمي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي بس، هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كلمت يا هاني؟ ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتك بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتأمرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتأمرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. مساء الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. جينا فين؟ فين دينا؟ ما حد يرد.
الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ أنا لا يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا. هوبا. هو ده بابي. اهلا نيلي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيل مكارتني، هفضل عايشه فيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيل ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه نالي، انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين، مش عارفة ازاي كانت مندمجة معاك. انت كل حاجة بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عاملة زي بتاعت المغنيين. ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايح اجيب فعلا اجيب واحدة رزي بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. بس 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 فرح 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 فرح. يلا العرس الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال أطفالنا الأوفياء ييجوا. يلا يلا ثروة بلدنا أهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. أنت مش قلت العيال الصغيرة تيجي؟ يلا بتتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح سالي واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا اسماعيل؟ سانك. هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8؟ ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ خمس سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعة وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني بكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي يعني بكون لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. يا ابني انت عبيط. عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده انا كانت في فرصة من غير تورته.
من غير تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه طب يلا فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. يلا يا سمعه يلا روح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوي. ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة بس لازم انده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. اهلا 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 يا ولاد. ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما انت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مدام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي. البقية في حياتك شدي حيلك something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. أوكي فين بيكو؟ هاي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي حياتك البقى. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي. شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كتعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي. خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه. انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره. انت كنتي بينج. انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه. حته مني اللي جوه. كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص وخطوبتها. انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. كيه ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين. يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني. حرام عليك العادة مستحملة بالبتاع الزفتي ده. ايه ده؟ يا بنتي الغبية انت بتضربيني بالكرسي. انت كمان غبي يا هاني. انت ليلة اهلك سودة النهاردة. بيتك يا بنتي غبي يا جنينة. لا ما حدش يضربك. اوعي 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 اوعي. هاي شادي. هاي
هاي، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده، مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش، اثبتي. ولا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخني في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بت انت بت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. طب انت بتضرب هنا عشان ايه؟ طب وحياة امي. طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه. اه بس بس. خلاص كفايه، هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقلي اركبي عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجة. هاني تعالى. هاني مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعه دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفته وهو حيوان، لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقول لك، خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة اقفل السحب. تتفصل زي دي يا جماعة، حد يلحقني. Oh my God, no way! No way! No way! بابي الحقني، أنا خبطت برتقالة بالعربية. لا، I guess مصرة.